السلام عليكم، نكمل وياكم سلسلة محاضرات مادة البرمجة بلغة سي بلس بلس. اليوم محاضرتنا راح نتناول بها عمليات إدخال البيانات وإخراج البيانات باستخدام لغة سي بلس بلس. من خلال هذه المحاضرة راح نتعلم شلون نستخدم لغة سي بلس بلس حتى نعرض البيانات اللي موجودة بالميموري على الشاشة، وشلون نقدر ندخل بيانات جديدة إلى الميموري عن طريق الكيبورد. مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة أنه البرنامج مالتنا باللغة سي بلس بلس يحتاج إلى بيانات، وهذه البيانات إحنا ندخلها عن طريق الكيبورد إلى الميموري. راح البرنامج يستخدم السي بي يو حتى يعالج البيانات، ينتج لي information معلومات. هذه المعلومات راح تنعرض على المونيتور. طبعا بلغة سي بلس بلس البيانات هي تدخل على شكل streams. شنو stream؟ يعني شنو؟ يعني سلسلة من البايتس، يعني sequence of bytes. هذه ال sequence of bytes إذا هي جاية منين؟ هي جاية من keyboard مثلا، أو disk drive، أو network مثلا عندي، تمام؟ ورايحة وين؟ رايحة للمين ميموري، للميموري مالتنا بالمخطط. هذه نسميها input operation. فساعدنا نوع من العمليات نسميه input operation. هذا مين يجي؟ إذا هي البيانات جايتني من الكيبورد أو الديسك درايف أو النيتورك، وين مخزونة؟ مخزونة بالميموري. هذه نسميها input operation. العملية الثانية اللي نسميها output operation، هذه تجي بالعكس، تجي البيانات من الميموري، وين تنعرض؟ تنعرض على الشاشة، أو ممكن تنعرض على اليمن، تنعرض على شكل printed papers، يعني بالطابعة، باستخدام الطابعة، أو نستخدم مثلا فلاش ديسك، نخزنها على فلاش ديسك. هذه العملية نسميها الأوتبوت، تمام؟ فعندي عمليتين أساسية اللي هي Input Operation والأوتبوت Operation. مثل ما اتفقنا كل الإعازات مالتنا لازم مخزونة بمكتبات، هذه المكتبات احنا راح نستدعيها بالبرنامج مالتنا، ونستخدم هذه الإعازات اللي راح توفر لنا عملية الانبوت والأوتبوت. المكتبة اللي راح نستخدمها بهذه المحاضرة هي اسمها الـ IOStream. الـ IOStream سبق وشرحناها بالمحاضرات السابقة، هي مكتبة library راح نضمنها بالبرنامج مالتنا، وراح نستخدم الإعازات اللي بداخلها حتى نسوي input data للميموري، ونسوي output data من الميموري للشاشة. شنو الإعازة اللي راح نستخدمها حتى نسوي output للداتا من الميموري للشاشة؟ الإعاز هو cout. هذا الإعاز اسمه cout. cout شو يسوي؟ cout ياخذ لي البيانات اللي موجوده بميموري اللي انا احددها، وين يطلع لي اياها؟ يطلع لي اياها على الشاشه، تمام؟ cout طبعا يقولون هو اعاز او اوبجكت، هو من اقول له cout راسا ياخذ لي البيانات من الميموري، وين يخلي لي اياها؟ على الشاشه مالتي. شنو طريقه كتابه هذا الاعاز؟ بالبدايه نكتب cout، طبعا كله سمول لتر، ما عندي اي شيء كابيتال لتر، تمام؟ اي شيء اسوي كابيتال لتر، مثلا السي اذا اسويها كابيتال لتر، راسا الكومبايلر راح يعترض عليه، تمام؟ اقول له علامتين اصغر، بعدها راح انطي اي شيء احتاج اطبعه على الشاشه، تمام؟ اي شيء احتاج اطبعه على الشاشه راح اخليه بعد علامتين الاصغر. بعدها طبعا عندي فارزه منقوطه، الفارزه المنقوطه معناها انتهى الاعاز، واكو اعاز بعده راح يجي، تمام؟ زين، إذا أريد أطبع أشياء اثنين راح أقول له سي أوت، مثل ما هنا أنا بالمثال الثاني، سي أوت علامتين الأصغر، بعدين أقول له هنا أطبع لي هذه العبارة، وراها همين علامتين أصغر، وراها العبارة الثانية. إذا عندي ثلاثة راح أكرر، أقول له علامتين أصغر والعبارة الثالثة، تمام؟ واضح؟ والفارزة المنقوطة تنمسح من هنا، تتحول بالأخير، تمام؟ فأي شيء أريد أطبعه أقول له سي أوت علامتين أصغر، أي شيء ينطبع من بعد العلامتين الأصغر فارزة منقوطة. واضح؟ عندي عبارة أخيرة أو مثال أخير هنا اللي هو شنو؟ اللي هو الإند لاين. شنو إند لاين؟ يعني أنت من بعد ما تطبع لي هذا السمثينج، مثلا أطبع لي سمثينج وبعدين أنزل سطر، راح ينزل سطر الثاني. إذا أقول له سي أوت بعدها راح تنطبع جواها، تمام؟ خلينا نجربها في مثال عملي ونشوف شو راح يطلع لنا بالبرنامج. لاحظوا هاي هسه عندي برنامج فارغ، راح اكتب له سي اوت
راح أعطيه علامتين أصغر. شنو أقول له؟ أقول له مثلا اطبع لي something. تمام، خلينا نطيران ونشوف شو راح يطلع لنا. طبعا من نطيران نجي على build، نقول له build and run، أو نطي F9. نفس الشيء عندي هذه الأيقونة هنا build and run. تمام، راح نطي build and run. لاحظوا ياي، انطاني النتيجة، قال لي something. اوكي زين، خلينا نجرب شغلة ثانية، نقول له something. اوكي، اي عبارة تعجبني اريد اطبعها اطلعها على الشاشة اكتبها بهذه الطريقة، راح يطلع لي وحدة بصف الثاني something وبعدها something. واضح؟ خلينا نسوي ران مرة ثانية. لاحظ something two. تمام، بس اذا تلاحظون ماكو فواصل، ماكو فراغ بين something الاولى وsomething الثانية. شلون نسويها؟ يا اما نعطي space هنا، يا اما نعطي space هنا، او نعطي space هنا بكيفنا. اوكي، نعطي ران مرة ثانية حتى نشوف شنو النتيجة. لاحظ خلالي space بين something الاولى وsomething الثانية. خلي نجرب مثال الاند لاين، راح بالاخير اكتب له اند لاين. اوكي، وبعدها خل اسوي سي اوت ثانية، اقول له line 2. اوكي، خلينا نشوف ايش راح يطلع لي. لاحظ اعطاني something ونزل لي سطر. ليش؟ لانه اعطيته end line. لاحظ اعطيته end line، ايش سوى؟ اعطاني نزل لي سطر وطبع لي شنو؟ line 2 جوا something 2. واضح؟ اذا لاحظت وياي، انا اعطيته سي اوت وsomething 2 end line 2. تمام، هذا الإعازة السي اوت ما جاي ياخذ من الميموري. ليش؟ لان احنا اتفقنا اذا نريد نتعامل ويا الميموري لازم نعرف شنو متغيرات، وهذه المتغيرات هي اللي توصلنا للمساحات الخزنيه اللي بالميموري. بهذا المثال مالتنا ما راح نوصل الى الميموري، صح لو لا؟ ليش؟ لانه احنا راسا انطينا something 2 مو line 2، ما احتاجين هنا الميموري. اريد اربط السي اوت بالميموري بحيث اخذ من الميموري البيانات واعرضها على الشاشة. شلون اسوي هذه العملية؟ خلينا نشوف. نجي بالبداية نعرف متغير، خلينا نعرف متغير نسميه فرضا age. تمام، نسوي له initialization مثل ما اخذنا بيت المحاضرة، راح نعطيه مثلا الايج 35. اوكي، شلون نعرض الايج على الشاشة؟ بدل ما نقول له something راح شو نقول له؟ راح نقول له age. واضح؟ راح نقول له age. تمام، لاحظ راح نطير انا ونشوف شنو النتيجه مال هذا الكود. لاحظوا ياي، اعطاني 35، طبع لي على الشاشه 35. هو بالاساس ايش سوى؟ هو بالاساس راح لل age، لقاها موجوده بالميموري. تمام، احنا مخلين قيمه 35 بال age، فقلت له سي اوت لل age، راح اخذ لي 35 وانعرض لي اياها على الشاشه. اذا اريد اطبع مثلا my age is 35، ايش راح اقول له؟ مثل ما تعلمنا بذاك المثال، راح نكتب له سي اوت. ايش ننطي؟ اقول له my age is. تمام، وانطي علامتين. واضح؟ ايش راح يسوي؟ وانطي سبيس بالنهايه. ايش راح يسوي؟ راح يطبع لي هذه الجمله مالتي my age is، وبعدين ايش يقول لي؟ 35. خلينا نطير ونشوف. لاحظ بالتنفيذ طبع لي my age is 35. اوكي، حد الان عرفنا شلون ناخذ بيانات من الميموري ونعرضها على الشاشه. هسه نجي نريد نتعرف على الإعازة اللي يخلينا ناخذ بيانات من الكيبورد ونخزنها بالميموري. شنو هذا الإعاز؟ الإعاز هو اسمه cin. cin شو يسوي؟ cin ياخذ لي بيانات من الكيبورد، تمام، ويخزن لي اياها وين؟ بالميموري. واضح؟ شنو الطريقة؟ اول شيء لازم نعرف الـ variable اللي راح نخزن بيه البيانات. فعرفت الـ variables، وبعدين شنو انطيته؟ انطيته cin علامتين اكبر عكس السي اوت. السي اوت كانت علامتين اصغر، السي ان علامتين اكبر. وبعدين شنو؟ انطيه المتغير اللي راح اخزن بيه الايج. واضح؟ بالاخير عندي فارزه منقوطه دلاله على انه الايعاز انتهى لحد هنا. خلينا ننفذ بالبرنامج
ونشوف النتيجة شلون. لاحظ بالتنفيذ طلع لي شاشة التنفيذ وبيها مؤشر فارغ ينتظر مني أقرأ العمر من الكيبورد، راح أكتب له 35 وأنطي إنتر. ضروري بعد ما نكتب البيانات اللي أريد ندخلها بالميموري ندوس إنتر، راح أنطي إنتر. لاحظ إيش سوى، ورا ما أخذ من عندي البيانات اللي هي 35 خزن لي إياها بالأيج، تمام مثل ما موجود هنا. بعدين شنو، نفذ لي عبارة السي أوت، واضح، وقال لي my age is 35. اوكي my age is 35 وانتهى البرنامج. اذا لاحظت وياي من سويت رن للبرنامج طلعت لي شاشة الرن فارغة ما بيها اي شيء. زين انا بالبداية خلي انطي فد رسالة اقول له enter your age، تمام، حتى اليوزر من يطلع له الشاشة فارغة ما راح يعرف، بس اذا انطي enter your age راح يعرف انا شنو اريد من عنده، شي يدخل لي من الكيبورد، تمام. فش راح اقول له، قبل ما اقول له سي ان راح اقول له سي اوت علامتين اصغر، اقول له شنو، انتر يور ايج، اوكي، وبعدها راح يسوي لي سي ان. فش راح يسوي الكومبايلر، راح يحجز لي مساحه بالذاكره اسمها ايج، راح يطلع لي هاي العباره على الشاشه انتر يور ايج، واضح. بعدين ينتظر من عندي اقرا الايج، واضح. من اقرا الايج وانطي انتر راح يسوي لي سي اوت ماي ايج از وينطيني القيمه هنا. خلينا نسوي ران ونشوف. لاحظ من سويت لران انطاني رساله قال لي انتر يور ايج، وبقى المؤشر يرمش حتى شنو، حتى ادخل البيانات. راح انطي 35 وانطي انتر، لاحظ ايش سوى، قال لي ماي ايج از 35. اوكي بهذا المثال تعرفنا على طريقة إدخال البيانات عن طريق الكيبورد وخزنها بالميموري، وبعدين عرض البيانات اللي موجودة بالميموري على الشاشة.